عليكم، معكم الشاب خالد المغربي، ومن هذا المنبر هذا أول تحية تنوجهها لمجلس عين حرودة والناس اللي داروا هذه المبادرة طيبة باش يكونوا المواهب ديال الزناتة المحليين، لأن الزناتة كتوفر على طاقات فنية جميلة جدا. وتحياتي للناس هذا، ومن هذا المنبر هذا كنشكر الزناتة 24، وتنسكت تشكر ثاني جزيل الشكر جزيرة النبع المغربية. ومن هذا المنبر هذا تنوجه تحياتي لجميع الأصدقاء تاوعنا والناس اللي تيتابعونا. ومن جهة أخرى أنا من عشاق خالد الكينغ ديال الراي، يعني الشاب خالد الإنسان اللي وصل للراي العالمية وفنان كبير، شرف لي أنا أكون لعب لي كوفر ديالو. ومن هذا المنبر كنوجه الجمهور ديالنا قريب ان شاء الله يكون الجديد ديال الشاب خالد المغربي اللي غيكون شي حاجه. يا سلام. وتحياتي لرئيس جمعيه اصوات زوير خموري وكاع الناس اللي كيتابعونا، وشكرا. السلام عليكم، معكم هشام الشوكي عضو مجموعه حباب الغيوان اللي حصل لها الشرف انها ساهمت وكتساهم في حال هذه المهرجانات، وهذا المهرجان اللي هو محلي ديال الفرق المحليه هنا في عين حروده. وحاليا احنا شاركنا بواحد القطعه غيوانيه، مجموعه غيوانيه شابه وتاسست في 86، الرئيس ديالها هو ادريس الغيواني اللي معروف بالغيواني الناكوري. احنا جيت سعداء اننا نكونوا وسط هذا الحفل المميز اللي كيحتفلوا بسيدنا الله ينصرو. كنشكر الناس المنظمين، كنشكر هالطاقم هذا اللي خدم معنا وخلانا نكونوا فوق الخشبه زوينين كما كيقولوا. اللي غنقول هو ان مجموعه حباب الغيوان هي مجموعه شابه نشيطه عندها مواهب شابه واللي كتفتخر براسها، وفي نفس الوقت هي كتعمل على اعمال ديالها اللي هي ان شاء الله في القريب العاجل غادي تكون واجده هذه الاعمال هذه. اللي بغيت نقول هو ان احنا كمجموعه هذا اللون هذا الغيواني او هذا اللون الغنائي خدنا على عاتقنا، لاساس ان الاغنيه الملتزمه بدات شويه كتاخذ الانديتار ديالها، وحنا كشباب قلنا علاش ما نسيروش المشعل وناخذوا على عاتقنا هذا المشعل هذا ونمشيو بهاد الشمعه هذه باش ما تطفاش، لان ربما الاجيال اللي جايه ولا الجيل القادم ما غاديش يقول لي حط باش يسمع بحال هذا اللون الغنائي، لان الالوان تخلطات. وشكرا لكم. شكرا. واحد السلام عليكم، كنبغيكم وكنموت عليكم مع الفن اوركسترا عبد الله الكناوي. باش يدخل الفن هز الميكرو وداوي قدام الجمهور، والله كنبغيكم بزاف لهاد الناس اللي تقموا على فن السهرات الفنيه لجماعه عين حروده، كنبغيهم بزاف وكنموت عليهم والله. والفضل كيرجع بزاف ناس الصحافه تما خوتي، وكنبغيهم وكنموت عليهم والله. كنشكر الناس تقام الصحافه، ناس زناتة فانت كات والنبع، تبارك الله عليكم، كنبغيكم والله، كنموت عليكم بزاف والله بزاف. عليكم الخير. السلام عليكم، كنشكروا الجمهور اللي حضر بالكثافه اليوم في هذا المهرجان ديال عيد الشباب بمناسبة ذكرى عيد الشباب، واللي داز في المستوى وشاركوا فيه مجموعة محليين، وهذه بادرة حسنة بأن ولاد الملتقى خاصهم يبقاو يشاركوا ديما في هذه المظاهرة، لا عيد العرس ولا عيد الشباب ولا كل شيء. وكنشكروا رئيس الجماعة السي محمد هشاني، وكنشكروا الدرك الملكي والقوات المساعده، وكنتمنوا الساكنه ديال عين حروده الكامله اللي حضرت بكثافه هذا المهرجان، وكنتمنوا ان شاء الله يكون عده المهرجانات ان شاء الله باش يحضروا فيه ولاد الملتقى وفنانين ديال عين حروده والمواهب كامله ديال 17. وشكرا.